الأمسية الكروية التي نتمناها بمستوى المناسبة، الاحتفال بقرن أول من الفيفا المئوية للاتحاد الدولي لكرة القدم، يحتفل بها في المكان المناسب في باريس، حيث الدنمارك، هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا. المناسبة طبعا كبيرة، والمباراة بدايات القرن العشرين. منتخب البرازيل يتكون لهذه المباراة من ديدا في حراسة المرمى، في الدفاع كان. هذه طبعا قائمة البدلاء في فرنسا، طبعا هناك الحارس البديل هذا جاك سانتيني، برازيل في المنتخب الوطني المرة عنها كارلوس ألبرتو. قد يكون للثأر يوم آخر، إن هذه مباراة تذكارية، مجموعة منتخبات السويد، إسبانيا، البرازيل، الأورغواي. البرازيل وصلت لاخر مباراه امام الاورجواي، ويكفيها التعادل للمره الوحيده في تاريخ البطوله. على كل حال، هذا كفو يصوب، والكره تمر جانبيه الى ضرب مرمى لمصلحه من الوان العلم البرازيلي. اذا هذا اللون الابيض هو اللون البرازيلي القديم، يرتديه البرازيليون اليوم تذكره بالتاريخ. هذا رونالدو الان، فرصه هدف يضيعها رونالدو امام المرمى. عمل تحضيري ممتاز كان من روبرتو كارلوس من الجهه اليسرى، يضيع فرصة ثمينة لإحراز هدف السبق في مرمى المنتخب الفرنسي في الدقيقة العاشرة. لاحظوا ماذا فعل، راوغ وواجه المرمى، ولكن الكرة التي تحولت للمنافس، وهذا كاكا ينقل الكرة إلى رونالدينيو. هجوم مضاد للمنتخب البرازيلي، 4 ضد 4، رونالدو في وضع سليم، رونالدو يصوب، وكوبيه يمنع الكرة، ما زالت خطيرة. رونالدينيو مع الكرة، رونالدينيو يتمهل، رونالدينيو الضغط عليه، والحكم يقول لا شيء، رغم أن قدم ترام ربما أصابت الساق. ثم اصرخ على المدافعين لكي تنبههم، لكي تسيطر على الموقف. وهذه كرة إلى تيري هنري داخل المنطقة، يراوغ ولكن يضيع الهدف برعونة غريبة، غريبة طبعا. يعني يمكن أكثر لاعب في الملعب يريد أن يسجل هدفا هو رونالدو ليمسح تلك الذكرى. على كل حال، زيدان من جديد، تمريرة ممتازة إلى تيري هنري، ليس مسللا، عرضية الكرة ويبعدها الحارس بقدمه من أمام تريزيجيه. هنا كرة تيري هنري إلى تريزيجيه، أراد أن يلعبها يعني بطريقة تشبه طريقة رابح ماجر ضد باري روبرتو، لاعب بايرن ميونخ، يحولها بدوره إلى جونينيو الذي يصوب من بعيد، ولكن الحارس كوبي موجود طبعا. محاولة جونينيو الفرنسي صاخب في المدرجات، وكرة إلى رونالدينيو الخالي من الرقابة، رونالدينيو داخل المنطقة يراوغ، رونالدينيو يصوب، تصطدم، تعود إلى رونالدو، يصوب أيضا إلى ركنية. أول ضربة ركنية في المزيل في مئوية الفيفا. في الضربات الحرة، روبرتو كارلوس الذي يعتمد على القوة، ورونالدينيو الذي يعتمد على البراعة في الضربات الحرة، والذي عاقب سيمان الإنجليزي على تقدمه وصعد البرازيل إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب إنجلترا. روبرتو كارلوس هو الذي يصوب، والقوة تذهب إلى خارج ملعب، والكل يذكر هدف مرمى بارتيز في دورة فرنسا الدولية عام 97، سنة قبل كأس العالم في فرنسا، عندما صوب الكرة التي لفت وبدت كأنها ذاهبة إلى خارج المرمى ثم تحول الدفاع. تعود من جديد الكرة برازيلية عند جونينيو، يصوب والحارس يردها لأنها كانت قوية جدا. كوبي لا يتحقق حتى الآن أمام دفاع برازيلي متراص. هنا مندي ينجح في سبق روبرتو كارلوس، وهذا يثير حماس الجمهور، ويلعب كرة عرضية تصل إلى ليس المرمى، ويلتورد يضيع فرصة هدف بالتأكيد. ممتازة كانت من مندي، انطلاقة رائعة من هذا اللاعب برنار مندي في 23 من العمر، وفي مباراته الدولية الأولى. لاحظوا ماذا يفعل، يفوز بالسبرنت، بالسباق على روبرتو كارلوس. طبعا أسرع من روبرتو كارلوس، أصغر ب8 سنوات، وينطلق ويحول كرة عرضية ممتازة تفلت للاعبين وتصل لورتورد الذي يلعبها بجانب القائم الأيمن. فرصة هدف مؤكد تضيع على الزرق، فرصة أليكس على الأرض، روبرتو كارلوس والتصويب، والكرة على القائم الأيسر، تضيع فرصة هدف على البرازيل كما ضاعت على فرنسا. هذا روبرتو كارلوس، مندي عليه في السباق وصنع الفرصة التي أضاعها ويلتورد بتصويب. رونالدينيو مع الكرة والتصويب، والحارس كوبي رائع في التصدي لهذه الكرة، تصويبة ممتازة من رونالدينيو. ورونالدو مع الكرة ينقلها إلى أليكس، رونالدو من جديد، والتصويب على الأرض سهلة في يد الحارس كوبي. تصدق يتناسب مع مستوى الحدث والمناسبة. على كل إيدو يلعب كرة تصل إلى رونالدو، والتصويب عالي. النجوم ليسوا في الفورمة، نجوم فيها المهاجمون دفاعيا والمدافعون هجوميا. رونالدينيو مع الكرة تحت أنظار مندي، يلعبها عرضية ممتازة هذه الفرصة، والتصويب، ولكن الحارس ينجح في وقف تصويبة جوليو باتيستا لاعب إشبيلية الإسبانية الخامسة. لاحظوا التصويبة والحارس بيده اليسرى يحول الكرة إلى ركنية. لاعب بديل آخر ترام بالرأس، تتحول إلى تيري هنري،
بعيد جدا عن المرمى تيري هاري، انطلاقة تحت أنظار مدافعين كريس وروبرتو كارلوس وسباق السرعة، وفي النهاية تيري هاري مع الكرة ما زال يلعب عرضية ولكن تضيع من تريزيجيه من جديد بعد الاشتراك من كافو. عصبية في رد الفعل بعض الشيء و تيري هاري يطلب من الجمهور أن يشاهد فابيان بارتيز حارس فرنسا في كأس العالم 98، طلب من الجمهور الفرنسي في المباراة النهائية أن يأتي بالتيشيرت بالفانيلا الزرقاء ولا يأتي بالبدلة وربطة العنق. هذه انطلاقة تيري هاري القوية والعمل التحضيري الممتاز، ومن جديد تريزيجيه يسبق الكرة. يبدو هذا ثواني قليلة تبقى، والرضا بالتعادل السلبي بين الفريقين، وصافرة الإسباني الدولي مانويل غونزاليس تعلن نهاية المباراة الاحتفالية بمئوية الفيفا بنتيجة 0-0 بين البرازيل وفرنسا في هذه المباراة التذكارية التي تنتهي بعناق لاعبي الفريقين في مباراة لم تفتقر للمتعة لكنها افتقرت للأهداف وهي الأهداف. إذن لا شيء بين الفريقين، أول تعادل سلبي في تاريخ لقاءاتهما. هذه هي النتيجة النهائية هنا، فرنسا 0-0. الكلمة الآن إلى الزميل شرف.